وتزامنا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد في ظل ما حققته البحرين من قصة نجاح وطنية في مكافحة جائحة كورونا، اتخذت الإدارات الأمنية المعنية في وزارة الداخلية إجراءاتها اللازمة لتأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة. ها هم طلبة المدارس يعودون إليها حضوراً في ظل تحديات جائحة كورونا التي ما زالت تضرب دول العالم بنسب متفاوتة، فيما استطاعت البحرين تحقيق نقلة نوعية في مواجهة الوباء بفضل منهجية منضبطة في التصدي له وتصفير معدل الإصابات. مع بداية العام الدراسي تشهد طرق مملكة البحرين ازدياد الحركة المرورية، واللي تعمل إدارة العام المرور جاهدة بكل سبل بإعداد خطة مرورية لتفادي الازدحام المروري في الطرق الرئيسية وكذلك جميع اللي هو المناطق التعليمية. كما أطلقت الإدارة العام المرور حملة توعوية بمناسبة العودة للمدارس تحت شعار راجعين والأهم سالمين. هذه الحملة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور وتم توعيتهم بإرشادات السلام المرورية وتوفرها في محيط المدارس، وكذلك تجنبهم مخاطر الطريق وتذكيرهم بأماكن العبور. ويتم خلال هذه الحملة توزيع الهدايا لأولياء الأمور والطلبة نظير التزامهم بقانون المرور. الحملة هذه إن شاء الله راح تستمر في العديد من المدارس البنين والبنات في جميع محافظات المملكة. الإدارة العام المرور تتمنى عام آمن وخالي من الحوادث المرورية. طبعا هناك جهود مبذولة من عدة قطاعات وزارة الداخلية تقدمها مع منذ بداية العام الدراسي صباحا، أيضا من أوجه الدعم من قبل الإدارة العام المرور. هناك حملات توعوية ميدانية تقوم بها من بدء العام الدراسي طبعا من خلال الوسائل المرئية وأيضا الزيارات الميدانية للمدارس، وهناك أيضا أمور تحفيزية لأبنائنا الطلبة لاتباع الإجراءات الاحترازية وتعزيز الشراكة المجتمعية. أتمنى لأبنائنا الطلبة عاما دراسيا مليئا بالنجاح والتفوق، وكل عام وأنتم بخير. وسط هذه الظروف الضاغطة اتخذت الإدارات المعنية بوزارة الداخلية ومنها مديريات الشرطة والإدارة العامة للمرور إجراءات تأمينية في محيط المدارس ضمن جهود حماية السلامة العامة وتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية. مع بدء العام الدراسي الجديد نظمت شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية عدد من الحملات التوعوية والتثقيفية والزيارات الميدانية للمدارس في نطاق المحافظة الجنوبية، والهدف منها تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية ونشر الثقافة الأمنية بين أبنائنا الطلبة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتوصيات اللي وضعها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. وتم توزيع بطائق تهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد تتضمن رمز QR والذي يحتوي على عدد من المطويات بها عدة مواضيع أمنية وتثقيفية وصحية وتوعوية تخدم الطلبة طوال العام الدراسي. وتأتي هذه الجهود تعزيزا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية التي تثبت نجاحا متصلا في حماية المجتمع وتجسيدا للوعي الوطني المسؤول لدى المواطنين وحرصهم على التفاعل مع الجهود الوطنية في العملية التعليمية. لاحظت ان الاهتمام ممتاز، ومو بس من السنه، حتى من السنوات اللي طافت، بس السنه طبعا اكثر لان في احترازات، وحتى من قبل اداره المدرسه وكذي طرشوا لنا فيديوهات فيها تعليمات حق الاطفال، فكان جدا نافع. طبعا الحين ينا شفنا تطبيق فعلي يعني، فالحمد لله ما قصروا، ما شاء الله شغل فعال من وزاره الداخليه، شرطه المجتمع، الاداره العامه للمرور، التوعيه حق الاطفال، التوعية حق أولياء الأمور. صراحة أنا أشوف أن مجهود جدا جبار، خصوصا أول ما بديت أدش الشارع وأشوف الشرطة وأختي معاي جدا فرحت، قالت الله في شرطة وقاعدين يعلمونا، حتى الهدايا اللي عطاها إياها وايد كانت فرحانة فيها، والطريقة يعني صراحة وايد حلوة وما صار في زحمة نفس كل مرة، شفت يعني في وايد تنظيم. أول شيء أتقدم بالشكر حق وزارة الداخلية متماثلة في الإدارة العامة للمرور وحق شرطة خدمة المجتمع على ما قاعد يقومون فيه عند المدرسة، خاصة كوني كولي أمر حريص على سلامة بنتي أثناء نزولها من السيارة. كانت الحركة انسيابية وحافظتوا على نزول الأطفال من السيارة. ما شاء الله يوم وصلت شفت تنظيم وايد كان حلو من المرور شرطة المجتمع، لدرجة أنه ما كان في زحمة عند المدرسة. أنا جاية متوقع أنه
زحمة وكذي، بس ما شاء الله تنظيم لآخر لحظة لما وصلت الطفلة لباب المدرسة. وهكذا تتكامل الجهود وتتلاقى الأدوار، كل من موقعه تحت مظلة من التعاون والالتزام بمسؤولية، باعتبار أن مكافحة جائحة كورونا عمل وطني وواجب ديني.